السياسية. كذلك خلال هذه الزيارة سأعيد تقريري إلى مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن سيجتمع بنهاية شهر مارس، وسأعد هذا التقرير لتقييم ما توصلت إليه العملية السياسية ومدى تنفيذ القرار الأخير لمجلس الأمن. اضطر مجلس الأمن لإصدار هذا القرار لأن العرقلة الممنهجة استمرت والمعرقلون هم متحملون هذه المسؤولية. هذا ما دفع مجلس الأمن، اضطر مجلس الأمن إلى إصدار هذا القرار. كذلك إصدار هذا القرار تحت البند السابع كان ضروري لتنفيذ هذا القرار، والبند السابع ينطبق على الأشخاص والمجموعات المعرقلة وليس اليمن ككل. ليس هناك أي نص، أي نية، أي عمل في اتجاه فرض عقوبات على اليمن كدولة. هناك إجماع في اليمن، إجماع دولي على أن العملية السياسية يجب أن تنجح وتستمر في التقدم، بالخصوص بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني. والمجتمع الدولي واليمنيين كلهم أجمعوا على أن يجب أن لا يسمحوا للمعرقلين تخريب العملية السياسية، وهذا ما اضطر مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد أفراد وجماعات تريد تقويض العملية السياسية. معناه البند السابق ينطبق على هذه الأفراد والجماعات وليس على اليمن كعضو في الأمم المتحدة كدولة.